السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم تامر حسين. في البداية بعتذر جدا على عدم وجود صوت للفيديو قبل كده، وده خلى كتير من الناس ما تقدرش توصل للمعلومة المقصودة، فأنا بعتذر على الأمر ده جدا. وعشان كده أنا سجلت الصوت، ممكن نلاحظ اختلاف شوية لأن الصوت كده حاليا متسجل وقت والفيديو متسجل في وقت آخر. فنبدأ. تحصل مشكلة إن لما بيجي يعمل زوم لأي مجسم بتختفي المجسمات دي كلها، بيختفي السين بالكامل. لما بنروح على التوب فيو ونعمل زوم، نضغط على حرف الزد، بتظهر المجسمات كلها. فهنا كانت المشكلة، فأنا هنا استخدمت سكريبت اسمه كوبي بيست. سكريبت بسيط جدا، بيتيح إن احنا ممكن نقدر يعني نفتح الماكس على الملف اللي فيه المشكلة ونفتح ملف جديد بحيث ناخد كوبي من الاوبجكت من هنا نحطها في الملف الجديد. طيب بعض الناس هتقول لي طب احنا ممكن نعمل يعني ريفرنس ونعمل ميرج، او نعمل اكسر اف سين ونعمل ميرج برضو، بتحصل نفس المشكله. لما برجع اعمل ميرج للاوبجكت من اي مكان بدون السكريبت ده بتحصل نفس المشكله مره ثانيه. فعشان كده انا استخدمت السكريبت ده. سكريبت بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه. انا هو مرفق في الديسكريبشن. انا حاليا واقف في البرسبكتيف فيو، بختار المجسمات عادي جدا، ولكن اذا اخترت اوبجكت واحد وعملت زوم بتحصل المشكلة، بيختفي. فأنا حاليا رحت على التوب فيو وبحاول اختار المجسمات كلها، مفيش اي امكانية ان انا اختارها، فلازم ارجع للبرسبكتيف مرة تانية. وبرضو اذا عملت زوم بتختفي المجسمات كلها مرة تانية، واذا رحت على التوب فيو زي ما انتم شايفين مرة تانية مفيش فايدة. فهي الفكرة ان انا بفتح البرسبكتيف، برجع للبرسبكتيف فيو مرة تانية وبعمل زوم، ولكن باستخدام الفيلد اوف فيو بحيث انا مخليش المجسمات تختفي، لان الضغط على اي على الزوم او على السكرول تبع الماوس هتختفي المجسمات. فهنا انا استخدمت الفيلد اوف فيو بحيث احاول ابعد السين والاوبجكت قدر المستطاع، اجيبها في مجال الرؤية. وهنا انا ببدأ نعمل run من سكريبت للران سكريبت، نشوف مكانه فين، نحدد اللوكيشن بتاعه وبختاره. ببدأ اروح على الكاستمايز واليوزر انترفيس. هنا في الكيبورد لو انا عايز اديله شورت كات، بحدد الامر وبروح على الهوت كي واديله شورت كات. هنا انا عامله كنترول شيفت سي، والبيست عامله كنترول شيفت في. بروح على التول بار، بخش على قائمة السي جي تولز، بلاقيهم موجودين الاثنين، بعمل نيو بار، وبسحبهم احطهم في قلب التول بار. انا كده عملت اول مرحلة. نلاحظ هنا حاجة، ان انا عديت بعض المجسمات، خدتها كوبي ومسحتها. في الملف الجديد اللي انا فاتحه هكرر نفس عملية اضافة السكريبت مرة تانية بحيث اشوفه في التول بار، علشان لما اخد كوبي من الملف اللي فيه المشكلة اقدر اعمل بيست للملف الجديد. نلاحظ لما نقلتها في الملف الجديد عادي، بتحرك عادي جدا وبعمل زوم لأي اوبجكت واي شيء. بكمل المرحلة دي عادي، بكرر الامر ده على كل الاوبجكت الموجودة في السين اللي فيه المشكلة. بمجرد ما باخدهم كوبي بمسحهم. نلاحظ لما نقلتها في الملف الجديد عادي، بتحرك عادي جدا وبعمل زوم لأي اوبجكت واي شيء. بكمل المرحلة دي عادي، بكرر الامر ده على كل الاوبجكت الموجودة في السين اللي فيه المشكلة.
بمجرد ما باخدهم كوبي بمسحهم في الملف الجديد عادي، بتحرك عادي جدا وبعمل زوم لأي اوبجكت او اي شيء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.